حبيب شنكاوي. مرحبا يا حبيب، تفضل يا حبيب. يلا حبيبي غني، يلا على المباشر نغني. ايوه وجعت فيهم غزالي، وجعت فيهم غزالي. أنا قلت كلمات وجعت فيهم غزالي، ويا ريتني ما تكلمت، يا ريتني ما تكلمت، يا ريتني ما تكلمت، وخرج العيب من لساني. يا ليل نسيت اليوم،
خمسة وخمسة عشر ست عريق
الدولار عضل في بالي وريت جناني وشكت إنه ما لحظان يريد أصحاب لومان يريد أصحاب لومان على قلبي اللي واقف بجد كامل يتريد يا بابا
لا ما باش 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 نسكيح لا ما باش نسكيح والصيف والصيف ما زال We're gonna make it.
عاش ما قال لي هاتا مشتاق نبكي ودمعي حران عدالة
عندك لفراق حمرا دالة دالة يا عدالة 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 ودالة الشنكاوي بأسلوب متميز بأداء عنيف على الركع بطريقة حلوة برشا في أدائه. حبيب الشنكاوي نجم الأغنية الشعبية في تونس، يعطيك الصحة، نخليك ترتاح حتى نرجع لك حبيب، ولكن نحب نمشي نكمل مع سوار. سوار أنت موجودة في تونس الآن، فما مشاريع، أنت ممثلة في قطر، فما مشاريع في تونس، هل تعرضت عليك مشاريع؟ أي تعرضت علي طبعا. نوجه تحية للغازي غازي العامري، نوجه تحية للمنتج سامي اللبناني منتج المسلسل هذا، كلموني وأنا نصور في الكويت، عندي فيلم اللي قلت لك عليه في نتفليكس، وقدم لي النص، قلت له اكيد يشرفني باش نكون موجوده في بلادي باذن الله، ونشكرهم على ثقتهم فيني، ونشكرهم على المبادره. بيان سور انا فرحانه لكوني باش نكون اول مره يعني في تونس باش نخدم معهم. يعني ما مثلتش قبل في تونس؟ ما مثلتش. أول مرة تمثل في سيت كوم هو ولا سلسلة؟ لا هو مسلسل. الغازي العامري هذا. العامري هذا. باش نحكي معك انت لانك انت مطلع عليه ربما. باهي سؤالي ايضا. اكثر هي صورت منه لقطات. اي صورت منه لقطات. وانت صورت. لا ما زلت. انا الديكور نتاعي باش يبدا وعندنا واحده اكتريس اترونجير مرضت روحت وقف التصوير خاطر التصوير وان شاء الله باش نكملوا. دونك المسلسل هذا مش باش تعدى في رمضان الحقيقة. نور العين. كان كمل كان هي لاباس ورجعت باذن الله ان شاء الله زعما نقولوا المهم قاعد يتصور عمل ان شاء الله يتصور بصدد باذن الله في نكملوا. جاتك الخطاب على الباب. جاتك مفاجاه. اعطيني مفاجاه. زهير دور راجلي في المسلسل. وانا باش نسالك على الخطاب على الباب، قلت توا يتفرجوا فيك برشا يخطبوا فيك على المباشر معناتها يسالوا شكوني ومحلاها ومخطوبه ولا لا. هكا قانون يا رب يسال. انت متزوجه ولا مخطوبه يا سوار؟ لا لا مانيش متزوجه. ماكش متزوج؟ لا فري. وباش نعرس نجيبه في عرسي. باش تجيب نجيبه هو عجز من توا وزيد با يحبه برشا. لا حبيبي حلو في غناه. ما عندك ما عندك ما تسمع وعندك ما تفهم. على كل قلت له انت مرتي في المسلسل. اي قلت ايه معناها باش ناويين على حاجه معناها ينحيوا من مخهم. ينحيوا ماخذ زهير الرايس. اما طلق في التنفيذ. اما طلقت والله. اسمع باش غازي ما يحكي علينا نحرقوا السيناريو. احكي له. خاني انا نتخان يا عبد الرزاق. انت تتخان؟ اي نعم. خنتها؟ خويا شخصية مش انا، الشخصية خانتها. قول خنت القنبلة هذه.
الشخصيه اللي نادي فيها خانه الشخصيه نتاع القنبله. سواد مش انت بركه تمت بوك كوارجي ومعلق رياضي، انت ممثل ماكش وحدكم مشهورين، فما شكون ايضا؟ شكون؟ قلت لي انا وبا. اي شكون في العائله؟ عندي اختي اما وقفت. وقفت كانت تمثل، انا شجاعه تمثل، وقفت عرست ووقفت التمثيل. كهو شكون؟ عملت تجربه كهو في ساعه عملت تجربه ونجحت خير مني. اي في تونس بالحق؟ في قطر. نجحت خير منك. الناس حبوها مش نورمال، وهي عمرها صغير يعني، كانت طلعت تمثل عمرها 15 سنة يعني تقرا، وكانت معايا في المسرحية اللي قبيلة ديما ديما يعطوني أدوار مع بعضنا. يولدز نوجه لها تحية ونقول لها توحشت برشا. تحية ليها. دونك قلت لي وقفت التمثيل. وقفت التمثيل. أنا أبو بكر الزيتوني نعرفه صعيب، ونعرفه شخصية مش سهلة، وشخصية هي في الكورة صعبة. اي ولد الملاسين. ولد الملاسين، وماك تعرف قارح نحن نقولوا. كيفاش خلى سوار تدخل التمثيل؟ نحب نعرف برك. انت قول لي كيفاش خلاني نعمل ازياء؟ ازياء بون ازياء. خاطر البلاد في قطر بلد محتشمة، بلد تلبس اللبس المحتشم، فما العباية، فما الشيلة. بون هو ما قبلش اول مره، خاف، ومن بعد كي وريته وشاف وكل شيء قال لي اوكي عندك حق. يعني تحب تقول في قطر ما فيش تجاوزات؟ هذا ما فيش تجاوزات. لا كاستينغ لا درا شنو، اللي عندهم تقاليد لبس محتشمه يعني. لبس محتشم وخاطر محتشمين. اما الكارير هذيك ما تنجمش تعملها في بلاصه اخرى مثلا. ما يخليكش في تونس، ما يخليكش. باهي تما كان في تونس. باهي نسالك، برشا مطربات وبرشا مشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي مشاو العمره، وفي العمره صوروا رواحهم ويصوروا وعاملينك الجو ذاك اللي تعرفه انت، مع ام ضد انت بصراحه؟ بون هو خاطر شوف اللي احنا كمجال السوشيال ميديا، نحكي على روحي انا شخصيا كسوشيال ميديا يصوروا، اما من حقهم هم لهم الحريه الشخصيه انهم يصوروا. في نفس الوقت انا نحس انه لو انا في مكانهم اوكي نصور الاولى ونبلغهم اللي انا مشيت نعم في عمره، اما ما نصورش بالديتيلز يعني بالديتاي وكل شيء، خاطر كهو الوقت هذاك وقت بيني و وقت خشوع. اي خشوع، دونك نحاول اني نكون ناخذ راحه، ناخذ بوز، نوقف التصاور، نوقف الامور هذيا الكل. اعطوني تصفيقه على سوار الزيتوني. شنكاوي، وين تحط روحك في السلم المزاوديه؟ الفنانين الشعبيين فانا رقم انت. هاي ولات ارقام. ما عنديش ارقام. ما عندكش ارقام. انت عندك رجومه تغني وكاو. شنكاوي كيقول لك شكون تاثر؟ في الغناء؟ اي في الغناء. في الشرقي تغرمت باحمد عدويه. احمد عدويه؟ ايه ايه ومحمد السليني، عبد الله الاسود. عبد الله الاسود ليبي صديقنا، تحيه لعبد الله الاسود كان ضيفي. عبد كان ضيفي في الشعبي. بون في الشعبي احنا ماك تعرف ديما نخزروا للناس الكبار، نقدروهم ديما، يبقاو هذوكم الناس اللي بدات الفن الشعبي وفرضت وجود الفن الشعبي، خاطر كان قبل في مشاكل كبيره. نحيي الهادي حبوبه الفنان الشعبي. الهادي حبوبه تحيه ليه كبيره برشا. هذا زهير. زهير سوار حكيت على المشروع اللي انت فيه. والمشروع هذايا ما كملش هكا ولا هو تصور جزء كبير منه. اي وتوا وقف بسبب مرض الممثله هذه الاجنبيه. روحت دونك تلزم، بما انها هي مازال عندها في الديكورات اللي قاعدوا، ماك تعرف كل ديكور يتخدم وحده. الديكورات اللي مازالوا هي عندها فيها برشا. هذه امور تقنيه. هذه امور مهمه. وقف. دونك فماش حاجه اخرى لزهير الرايس في رمضان السنه؟ فماش حاجه اخرى بعد رمضان؟ كان نقول لك تضحك علي. اي لا ما تضحكش. فما اونكور دو سيت كوم. اي اللي واحد منهم اسمه دار العيله، معناها صور جوست ايبيزود زيرو، وتوا ممكن يحب يصور بعد رمضان.
اللي هو سامي عقربي كاتب السيناريو، وعيسى العمري معناها سي البروديكتور اكزيكوتيف، فيه كرام عزوز وفيه انا وفيه حسيرو، فيه السنكري، تعرفها السنكري؟ يعني فما مجموعه باهيه من الممثلين، وعملوا ليبيزود زيرو وقف ديما مساله امكانيه. وفما سيتكم واحد اخر اللي هو كلموني الحقيقه اسمه سلاك الواحلين، مي انا ما عنديش عليه فكره كبيره الا ما نزيد نشوف دو كوا ايساجي. يعني مشاريع مازالت ماهيش واضحه الحقيقه. مشاريع انا بالنسبه لي انا توا بالنسبه للمسلسل مع سوار واضح مع غازي العامري واضح، اما الاخرين مازال مش واضح. هذا في العمل نتاعك وفي الافاق الجديد. انا مش مسرحيه جديده، كنت مدير مسرح. عندي مسرحيه جديده عملتها اللي هي نحكي عليها، اللي هي الدار الكبيره، اخراج جمال ساسي، على الركح سلاح مصدق، وجلال السعدي، زهير الرئيس، ألفة الحكيمي، وسالم سلامه. أيوة. هذوما موجودين على الركع في المسرحيه هذه، ما زلت كي عملت العرض الاولاني قبل الاول اللي هو اللجنه، وان شاء الله يعني نالت الرضا احسان الناس بالكدا بالكدا، وان شاء الله يا ربي. عندكم عروض وقتاش؟ ان شاء الله 1 افريل في بير الاحجار تونس، مش في المسرح البلدي؟ لا في بير الاحجار. انت كنت انت مدير مسرح على المسرح البلدي؟ لا انا باش نسالك بركه، باش نختم معاك بهذا بالدردشه هذه. أنت كنت مدير المسرح البلدي، نفرضوا أنت ما زلت المسرح البلدي مديره، نفرضوا طب باش نسألك، تعدي المسرحيات هذيا ولا لا في المسرح البلدي؟ مسرحية كريم الغاربي أنا منهم اللي موجودة توا اللي قاعد يدور بها كريم، ديجا تعدى كريم. كريم محلاه راهو. أنا سألتك في الأخر كان أحلى ستاند أب كريم. كريم يعني كريم يتعدى معك انت. كريم وواجهة محلاهم الزوز، وواجهة جندوبي الحقيقة تعرف. وتعدى كريم وقت اللي أنا ما زلت مدير في العمل نتاعو، وكان عمل ناجح وجاء برشا جمهور تعبيت الصالة، ويعطيه الصحة وخدمة نظيفة. باهي، فيصل الحذيري تعطيه الموافقة؟ إلا ما نشوف، لا إلا ما نشوف. ما عندكش فكرة على العمل نتاعو؟ لا إلا ما نشوف. ما عندك شنو معناتها تشوف تطلب نسخة؟ لا نشوف، لا من غير ما نطلب نسخة، ينجم يعمل عرض يستدعيني إذا يحب يبرمج مثلا في مثلا إذا كان أنا ما زلت في المسرح كمدير، يولي هو يقول لي تنجم تجي تتفضل تتفرج في العرض يستدعيني نشوف العرض. بسام الحمراوي نعرف إمكانياته، بسام عنده المايسترو. أي بسام، بسام عرض ديجا وانا مدير غادي مسرحيه المايسترو. بسام زاد تبارك الله عنده مازال يعرض فيها، عنده طاقات رهيبه راهو بسام الحمراء. باهي نمشي. حنان الشقراني وي تقبل حنان الشقراني؟ حنان حنان نعرفها، خاطر نعرفها خريج معناتها اللي يبداو اصحابك. لا قلت لك خريج المعهد العالي للمسرح وشفت لها حاجات. شفت لها. باهي عبد القادر تخيل الا ما لو يطلب المسرحية نشوف قبل، رغم تاريخه نشوف قبل، رغم نضال. شو انا كنت عامل؟ شوف ما نحبش اصحابي يتغشوا عليا، خاطر فما برشا اللي يتغشوا عليا. عبد القادر عنده 40 سنه في الفن. نعرف شنو الحاجه اللي باش يتحط فيها عبد القادر. سا ديبون، ينجم عبد القادر يعمل ان كونسيبت اللي هو بعيد على المسرح البلدي. صحيح ولا لا؟ انا كنت عامل فما ان كونسيبت، وانا كنت نطالب ديما الكونسيبت هذا ما عادش موجود، وكنت نطالب ديما في البلديه مراسلات باش ينحيوا الحظره ولا والزياره، مش على حاجه راهو ما حبوش يفهموها حتى لتو ولو هي مفهومه، على خاطر انا الفيبراسيون فما الديسيبال قوي اللي فما الشرخ مثلا في حيط الساله، المسرح عمره 120 سنه وحتى حد ما هو عارف اللي هو راهو مهدد. احنا وقت اللي جبنا باش نعملوا ترميم اون 2016، الراجل عمل هكا فك البركون البرومير ايتاج اللي يطلع على الواحد، وهبطت بلاصه قدنا هكا من الضربه الاولانيه، القناطر صد والداخل. اسمع نحسك خايف على المسرح. خايف عليه بيان سور، نخاف عليه ولو خرجت منه، اما خايف عليه. سي ان مونيمون تاع تونس، تاع التوانسه الكل. واضح. التوانسه الكل. العربي المازني لو يطلب. والله العربي بون هو ما نعرفش ظهر له اللي انا نعطل فيه، خاطر سمعته اش قال لهنا في الحصه نتاعك انت، قال انا نعطل فيه وما نحبوش يدخل المسرح البلدي. المسرح البلدي راهو ماهوش دار بابا.
هذاك دار التوانسه الكل. فما كونسيبت معين، فما حاجه وقت يوصل العربي الميزني يعمل حاجه بقيمه الحرفيه فيها لي غيغل دولار، نقول له تفضل. معناتها اللي يعمل فيه رديء هو كان. اللي شفته انا قبل ماهوش بتاع مسرح بلدي مازال. هاو يشبه اللي يعمل فيه بسام واللي يعمل فيه كريم واللي يعملوا فيه مسكوت. لا ما يشبهش، ماهوش نفس. هو خريج من نفس المدرسه. لا. يعني خريج من السكتشات بتاع الحوار. هي ما راهو فهمت الاخرين قراوا واحد العالي للمسرح. الممثل لازم يكون قاري؟ لا مش يكون قاري، معناها نحكي لك ماهوش فرد المدرسه. كان تحكي على مدرسه، كان تحكي على مدرسه السوق المسرحيه في تونس لهنا نجم نجاوبك. هما ما همش عندهم نفس الاستعدادات. صحيح تقول لي كلهم يعملوا في السكتش في الستاند اب في في التلفزيون في لي بلاتو. صحيح. ما همش كلهم بنفس الاستعدادات. يعني هما خير. تراهم هما خير من العربي الماس. اكيد هما خير. هما خير من العربي الماس. هما خير. هما خير من العربي الماس. يعطيك الصحة في الأسئلة السريعة هذوما. كملت معاك. لا ما كملتش معايا، ما زلت عندي ما نحكي. لا ما عادش ما عندك. شنو اللي ما عاد عندي ما نحكي؟ حبيب الشنكاوي يزمو الغني. لا يحكي حبيب قبل. لا يحكي حبيب. يلا. حبيب تو سمعنا الوردة اللي نحكي عليها غناية محلاها، وسمعنا عجبين عصابة. خي عجبين عصابة شكون غناها خير؟ انت ولا الهادي دنيا؟ لا لا ما نجمش انا نعطي راي. ما تنجمش عبد الرزاق تحيه ليك. لا لا والله نسال. وانا جيت باش نغني. جيت باش تغني؟ مالا يا خويا نغنيو، ما يحبش الاسئله حبيب. وذاك الواش انا راني والله ما يحبش الحوارات، ما يحبش يدخل في الحوارات. لا ما نجمو نحكي ونقولوا هو خير. تو سالني انا، قول لي انت خير ولا على الشابي مثلا؟ تو نقول لك على الشابي خير مني. قول لي اي واحد تنقول لك خير مني، شنو المشكلة؟ خير مني. أنا أخي بواحد. أنا قولها بكل ثقة. يا خويا أنا ما يعجبني. مش مشكلة. إذا هذه مش الحقيقة مثلا. لا حقيقة. لا حقيقة. وحقيقة يا خويا. حبيب. ختامها مسك. كوكتيل نار نختموا به المنوعة الآن. نعطيه شكر قبل حبيب. شكر. شكر. سوار خليها تعطي الشكر. حتى تكمل أنت الوحدة. سوار تفضل. نشكر أول حاجة غازي، نشكر زهير، نشكرك أنت على ثقتكم فيني اللي أنا موجودة في قناة حنابع، نشكر قناة حنابع، الفريق كامل، الجمهور المميز، الفرقة الكل، ونشكر طبعاً مدير أعمالي عصام. نشكر مدير عملي عصام اللي اليوم بيان سور عمل لي النظام نتاع الميك اب عند نادر الميك اب والشعر، اهتم بيا يعطي الف صحه. واكيد نشكر سفيان بن قمره على اللوك الحلو مع الاكسسوارز. وشكرا شكرا شكرا، انا فرحانه برشا لكوني موجوده معكم. نورتنا سوار في حنا بعل، نورتنا بالحق نورتنا. سي زهير والله يعطيهم الصحه، يستاهلوا الشكر. أنا نحب نقول ميرسي. تو عندي مدة معناها قاعد نتعامل مع أمال بن حسين إسباس منار، نقول لها يعطيك الصحة، هي اللي اقترحت عليا هاللبسة هذيا، وعندها امرأة عندها برشا ذوق، ونحييها ونقول لها ميرسي ميرسي بوكو. عايش نورتنا سي زهير، نورتنا يا حبيب. ملا باش نغنيو حبيب، ولكن قبل هذا نحب انا زاد نشكر اسكندر الهواري الكرم جروب فيليبو، ايضا نشكر باتش وورك سلسله المطاعم والمقاهي تلقاوها في العوينه والمرسى واللاك دو، ايضا هذا هو شكري. لا نشكر ابراهيم الجوادي، اسماء بن صالح، وكامل الفريق اللي تعب معايا اليوم. نخليكم مع كوكتيل من احلى اغاني النجم حبيب الشنكاوي.
قداش تكوين الوقتاش وانا نعان تكويت قداش تكويت وقتاش وقتاش وانا نعاي من ظلم الناس من ظلم الناس من ظلم الناس انا صوتي العالي عالي ونحكي عن الجرالي ونقولها المكتوب ونقولها المكتوب يما بصوتي العالي ونحكي عن الجرالي ونقولها صوتي العالي نحكي عن الجرال قولها المكتوب قولها المكتوب هيدي كاس يلا ويما بصوتي العالي نحكي عن الجرال قولها المكتوب قولها المكتوب يا يما لحنينا خلى ايامي حزينة لراحة تذنوب دمع عين ما ريتك وين
جيت راحت بال بصوت عالي ليلى 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 انتي مولاي.